مساء الخير لكل مشاهدينا. هيفا وهبي مساء الخير. مساء النور سماح. كل سنه وانتي طيبه هيفا. ميرسي وانتي طيبه. واكيد ليلتنا النهارده هتكون غير اي ليله، واكيد مشاهدينا فرحانين بيكي. ليلتنا النهارده ليله بيضه، اسمحي لي انا اللي هبدا كده. يا ريت. احلى شيء لون الابيض. لون البلوزه اللي انتي لابساها. موافقه. اول حاجه مبروك على المسلسل. الله يبارك فيك. نقدر نقول ان كلام على ورق اظهر موهبه هيفا وهبي التمثيليه. محمد سامي عرف يستخدم الأدوات اللي عندي بطريقة كتير حلوة وعميقة وجدية، يمكن هو لأكتر عوامل خلوني بين كممثلة مثل ما مبينة أنا بكلام على ورقي، اللي هيدا الشيء اللي أنا كتير بفتخر فيه. أنا بشكره لأنه استغلني صح، مش هقول ما استغلني، بس استغل المنطقة الحلوة بشخصيتي التمثيلية صح كتير، وأنا هيك بحب شوف حالي. وشخصية حبيبة بيطار كمان غيرت جزء تاني مني، لأنه عزلتني عن العالم الخارجي لفترة طويلة، تقدر أخلق لها نفس وروح كاركتر ما كان شي هين ابدا. قريتي اللي اتكتب عنك في مجله روتانا، قالوا ان انت تعرضتي لحادث اثناء التصوير كلام على ورق، ده حقيقي؟ لا، احنا بنتعرض لحوادث حسب ظروف التصوير، يعني ممكن كل يوم، بس اللي مش حقيقي انه دخلت مستشفى وتعرضت لحادث. عمرك رفعتي السماعه لاي رئيس تحرير او صحفي قلتي له ايه اللي انت كاتبه ده مش صح؟ زمان كنت بتضايق ممكن، يعني بس نت لا يعني. بتتضايقي بس بتاخدي اكشن او بتتصرفي او بترفعي سماعه؟ لو مدير تحرير صديق ممكن تحصل يعني شوي. الناس كتير قوي بتشوف هيفا وهبي النجمه المشهوره الجميله، الست اللي عندها كل حاجه، شهره وفلوس ومال وجمال زي ما بيقولوا، يعني حياتها كلها ابيض فابيض. لو انا جيت قلت لهيفا ايه الليله السوداء اللي مرت في حياتك ما تقدريش ابدا تنسيها؟ لا، في كذا ليله سوداء. طب لو قلت لك اكتر ليله اللي هو ما ينفعش انساها؟ اصل هي عشان تبقى ليله سوداء يعني فيها كتير، يعني فيها تفاصيل، يعني فيها جرح، يعني فيها مفاجآت ما كنتش اعرفها. سو من كتر ما الحاجات دي يعني ساعات بتجرح، بحس انه ما فيني احكي عنها للعلن. ما ينفعش تكوني عندي وما كلمكيش على طلاقك من احمد ابو هشيمه. كلام كتير قوي، اشاعات طلعت كتير، قالوا ان سبب طلاق هيفا من احمد ابو هشيمه هو الاخوان. ما هو قالوا دي هي دي سبب كل بلاوي كل الناس في الوسط الفني. كلمه قالوا، مش كل حاجه بتتقال عن اي حد معروف يعني لازم تبقى صح. لما كنت طفله كنت اي شيء ينكتب بالجورنال طالما انكتب بالجورنال بالنسبه لي هو حقيقه. لما كبرت وفتت بالوسط اكتشفت العكس، مش كل حاجه بتتكتب في الجرانين هي حقيقه، بس ساعات في اشياء ممكن تنكتب ممكن يبقى جزء من الحقيقه فيها والجزء الثاني مش موجود. يعني ده جزء من الحقيقه؟ لا، مش قصدي على الموضوع ده. احتمال انا ما بعرف ظروفه شو يعني. انا واحمد جوزنا كان قرار بسيط مبني على يعني هو كان شخص بسيط حبيت فيه بساطته وانا كنت شخص بسيط. بس انا ليه حاسه من كلامك ان في لا قصدي هيدا الزواج كان على اتفاق والطلاق كان على اتفاق. هلا احتمال يكون كان في عوامل تانية عم تتدخل بطلاقنا سرعت الطلاق بركي، انا ما ماني مأكده، احتمال. بس في ناس بيتفرجوا علينا دلوقتي هيقولوا ممكن وممكن لا، انت سايباها مفتوحه، واحنا كنا حابين ان انت تحطي حد للموضوع ده منعا للاشاعات وللقيل والقال، لان كانت مساحه كبيره اكبر من اللازم. طب اديك رايحك. انا سالته قال لي لا، ما صدقوش ليه؟ بس صدقتي طبعا لازم صدقه. بس انت قلتي من شويه احتمال يكون صح. ما اعرفش انا ظروف الناس، ما بعرف مين معقول يكون، لانه نحن قبل يعني خلينا نقفل الموضوع ده. طب خلينا نقفله. في محاوله ان انتوا ترجعوا؟ لا، نحن يعني اصحاب اصدقاء نحترم بعض كثير، كان في بيناتنا عشره وهي العشره انتهت وانتهى مع الموضوع. في عصفوره كده خبيثه جت قالت لنا ان هيفا دلوقتي في علاقه حب جديده. دي خبيثه قوي.
صح ولا لا؟ يعني السكوت ده يعني يمكن يكون يا جماعه ما حدش عارف. والله يا احلى حاجه في الدنيا الحب، لو موجود انا مش هخبي يعني. يعني موجود ولا لا؟ مش موجود. لا مش يعني ما عندي حب بحياتي. طيب، من علاقه فيها احترام شديد لعلاقه الحقيقه مش مفهومه، دايما بيتقال ان في خلافات وفي التباس بينك وبين الفنانه غاده عبد الرازق بعد دكان شحاته، طلع كلام كتير قوي ان دايما في خلافات بين هيفا وبين غاده، بين غاده وبين هيفا، ايه تعليقك على الكلام؟ لا لا لا، من ناحيتي انا ما في شيء، من ناحيتي انا تجاه حدا ما عندي اي خلاف، انا بحترمها كفنانه وبحب شغلها وكل الامور اللي الاجتهادات اللي صارت واللي انقال من بعد ما اشتغلنا مع بعض، مش انا المستفاده منها، لانه هذا الشيء ما بيسعدني. ما اعرفش مين المستفاد من انه يطلع الكلام اللي طلع فجاه، ولكن انا من ناحيتي انا بحترم الاشخاص كلهم، كان اشتغلت معه او لا، ومعجبه فيهم، حتى لو صار في خلاف من طرف واحد، بس مش من خلالي. هي طلعت مع وفاء الكيلاني وقالت انا احلى منها، انا بمثل من احسن منها. من حقها تقول عن حالها اللي بدها اياه، كل شخص طبيعي يتكلم عن نفسه، ولكن الاجدر انه الناس هي اللي تقول تحكي عنك مش انت، ومع ذلك هذه حريه شخصيه وانا لازم احترمها. برغم هيفا ونجوميتها وشهرتها، هل ممكن تكون مع راجل وتكتشف ان هو خانها؟ يا ليلى سودا. لا، ما يعني ما بتخيل حالي بهيك موقف. هل هو يرضى ان انا اخونه؟ حصل معاك كده قبل كده؟ لا، ما حصلش معايا، بس هل هو يرضى ان انا اخونه؟ لو هو يرضى يبقى يخوني. شفتي ان الناس كتير قوي بعد ما هيفا صبغت شعرها صبغوا شعرهم؟ شفتي الموضوع ده؟ حسيتي بايه؟ انبسطت. انبسطت انه الشعر الاحمر كان صار له فتره، يعني ما حدا بيصبغ احمر، ولو حد صبغ احمر بيعملوا فوتو سيشن في عمل فني، ذاتس يعني خلاص، يعني ممكن يرجع موضه ويقولوا موضه هيفا. مبسوطه طبعا، لانه انا الكوافير تبعي بيقول لي انه كل بيروت بيصبغوا احمر، اعجابا، انه هذه شغلي انا بحبها بحالي، انه الموضه جزء من شخصيتي، سو انا درج موضه، هذه شغلي بعتز فيها ومبسوطة. كل ما اشوف حدا ببيروت شعره احمر عم بيتصور معي بيقولوا لي انه احنا عملنا احمر مثلك، بنبسط كثير. طب وبعد عرض المسلسل في رمضان ويخلص حتترجعي شعرك؟ وحشني شعري الاسود. عشان بس نعرف الناس، هترجعي اسود ولا تفضلي احمر؟ هم عايزين ايه انا هعمل؟ انت عايزه ايه؟ انا وحشني شعري الاسود. هترجعيه اسود؟ لانه الشعر الاحمر محتاج عنايه كثير. شفتي راي النجمه الكبيره نبيله عبيد فيكي قالت ايه؟ شفتها وانا بشكرها كثير، كلها ذوق، وعن جد الكبار الواحد يتعلم منهم مش من الصغار. طب لما بتشوفي حد من بنات جيلك بيهاجموكي، من النجمات اللي موجودين دلوقتي، بتحسي بايه؟ انا ما راح اقدر امنعهم يحكوا عني. طب انت عارفه اتقال ايه؟ اتقال ان هيفا اخذت محمد سامي واخذت الكاست كله. والله محمد سامي هو اللي اخذني. ما حدا بياخد حدا من حدا، هيدا فيلد كتير عريض وكتير كبير، والأعمال كتير كبيرة فيه، والناس بتنطر أعمال على أنواعها، فالناس ما بهمها التفاصيل ولا بهمها تعرف غير تتفرج على قصة حلوة متصدقة من أبطال، كل واحد عم يعمل دوره بحرفية وبصدق. هذا اللي بهم الناس، الناس ما بهمها المشاكل اللي ورا هذا العمل، ولا بهمها تسمع اكو خصو مين اختلف مع مين، لانه بالاخر ما في شيء رح يثبت ويدخل الارشيف غير العمل. الناس برضه العمل بيحبوا. نفسه ناس بحبوا، لانه ناس ساعات الجاسب بتيجي عندهم، فليه لا نسمعها، بس الناس ما بتجريش هي ورا الجاسب، المشاكل دي هي اللي بتجيب القال واليل على الورق، هو ده بيغذي ورق الكلام ده، بس ما بيغذيش فن، ما بيقدمش يعني عمل. يعني كلام على ورق يعني. لا بس كلام على ورق اللي في مسلسلنا كلام مهم. طب ما تيجي بقى نشوف الورق اللي في الكتب دي، ثلاث كتب احمر واسود وابيض. لو قلت هيفا وهبي تختار كتاب تحط فيها كل لياليها،
أكتر كتاب حياكس شخصية هيفا ولياليها؟ أبيض. الأبيض؟ اشمعنى الأبيض؟ ما بعرف، أنا بحبه هاللون، بيشبهني، بيشبهني كهيفا الإنسانة. طب الكتاب اللي هتختاريه لهيفا الفنانة؟ أنت اخترتي الإنسان الأبيض، الفنانة إيه؟ الأسود. الأسود؟ آه. استنونا بعد الفاصل. هيفا دلوقتي فقرتنا فقرة الفوتوشوب، حطينا هيفا في بعض الصور ونتكلم على صورة صورة. أوكي يلا يلا نبص على الصورة الأولى. هيفا في مكان مظلم وجنبك نمر أو حيوان مفترس. عمرها ما هتحصل. أوكي السؤال بقى، أنا خفت. مخاوف هيفا، أكتر مخاوف هيفا إيه؟ أخاف من الضلمة قوي. ليه؟ يعني ما بعرف، يمكن شيء خاصه بطفولتي، انه ما كنت احب لما يطفوا الضوء قبل ما ننام. انا عشت بمدرسه داخلي سو كانوا يطفوا الضوء كنت خاف، ما بعرف، بس انا ما بحب العتمه، خاصه اذا في، مع انه يعني يمكن انا ما بحب العتم بمحل مجهول، ما بعرف، ما بعرفه. تبقي بتخافي لحسن يجي لك حاجه مفاجاه، حاجه تحصل غير متوقعه؟ بحس انه في شيء، يعني من انا صغيره كنت افكر العتم يعني في شيء بده يعضني، بس ما عندي مانع انه تضل، انه اكون بمكان ضلمه، بس عارف يعني ببيتي باوضتي ما عندي مانع يعني، بس مكان غريب ويطفي النور فجاه بخاف. اخر مره خفتي امتى؟ خفت انت عايزه تعرفي ايه بالظبط؟ اللي انت عايزه، اللي انت مش عايزه تقوليه، اللي انت مش عايزه تقوليه. مره عملت حاجه غلط، هي غلط بالنسبه لحد يعني، مش بالنسبه لي، وخفت من رد الفعل، وكان رد الفعل عنيف. خفتي من مين؟ من حد. مين الحد؟ ايه الغلطه؟ طيب قريب ولا من زمان؟ من بعيد؟ مش من قريب قوي، لا، بس ما بنسى رد الفعل بحياتي. ايه الغلطه اللي عملتيها؟ ما ينفعش تتقال؟ لا هقالك، هقولها لك بس بيني وبينك. طيب نبص على الصورة اللي بعدها. آخر مرة بكيتي إمتى؟ قصدك على حدا مات؟ الله يرحمه حسين الإمام، زعلت عليه كتير. لما جالكوا الخبر حسيتي بإيه؟ انصدمت، ما صدقت، حتى لما محمد خبرني على الهوا، كنا على الهوا، قال لي حسين الإمام مات، قلت له مين حسين الإمام؟ مين بتاعنا؟ يعني ما كنت بدي أصدق. الله يرحمه ويصبر أهله. الله يرحمه. إيه. في برنامج رامز لما طلعتي معاه السنة اللي فاتت، ناس كتير انتقدوكي في ردة فعلك. ينتقدوا، أنا ردة فعلي كانت بين أربع حيطان، مش طلعت على الشارع عملت ردة فعل، ردة فعل على شيء غريب كان عم بيصير معي، أصوات قطط وخف، يعني اشياء غريبه عم بتصير، وللحظات حسيت حالي في حدا عم بده يموتني، يعني خفت. نبص على الصوره اللي بعدها. مين الاخ ده؟ مدرس ماسك العصايه الهيفا وهمي. يا روحي. ممكن تضربي مين؟ لما كنت صغيره طفله انضربت كتير. مين يعني؟ بحجه التهذيب والتعليم. الوالد مثلا؟ لا، أنا ما عشت مع بيي، أنا عشت مع أمي. عشت بمدرسة داخلي، سو كان فيها قوانين صارمة، كان عنا راهبة قاسية، وكان عنا نظام قاسي يعني، سو الضرب بالنسبة لإلي عادي أنا وصغيرة، بس أنا وكبيرة ما بسمح لهالشي يصير أبداً. نبص على الصورة اللي بعدها. هيفا مكان نيكول كيدمن. يا ريت. طلعوا كلام كتير قوي على هيفا. دي ايدين نيكول كيدمن البيضة، شوفي اللون. يعني الاثنين مع بعض. قالوا كتير قوي ان هيفا يمكن اخذت 5 مليون دولار مؤخر صداع. مش حقيقي الكلام ده. مش صح؟ ابدا. يعني الرجالة ما بتصرفش كتير. مش مسألة ما بتصرف هيفا علشان. لا مش ده الموضوع، مش موضوع، لا مش ده الموضوع، مش موضوع الصرفة.
موضوع طلاقي مش حقيقي الكلام ده خالص. لو يعني انا ما سمعت كتير هالموضوع، بس بما انه عم تساليني، كان مؤخري هو عباره عن ليره ذهب، يعني شيء رمزي ومعنوي ونسخه عن القران الكريم بس. لكن ما خدتيش فلوس زي ما اتكتب؟ لا طبعا ما خدتش فلوس زي ما اتكتب، ما انا ما قريتش اصلا الكلام ده. لا الكلام بس كل شيء صار بين الزواج والطلاق بعلاقه مره ورجال، شو عامل لي هذا او شو يعني اللي جوات العلاقه الزوجيه ما حدا خصه فيه. هتشوف في المشهد هتعرفي عن شو عم بحكي. لما قالوا انه الطفل اغتصب بطلة الفيلم، لما قلت ما كنتش شفت، بعد ما شفت مش حقيقي. الفنانين اشتركوا في الحكايه.